اختصاصات او جراحه الاعصاب واي جراحه اللي يجي في حاله استعجاليه اللي يحتاج تدخل سريع جدا، كل الوسائل هنايا موجوده. هذا جناح الاستعجالات، عملنا فيه كما نعمل في كل استعجالات هذا انطلاقا من اليوم، وفيه في كل المستشفيات ان شاء الله نعمل نفس الشيء. انتم ما شفتوا حسب معايير عصريه بالنسبه للطابع وبالنسبه للاجهزه، كل اجهزه متواجده ان شاء الله. هذا كله زياده لمواطني ومواطنات شرق الجزائر، وفي الخصوص في تقديم خدمات استعجاليه. احنا نفس الشيء اللي تشوفوه اليوم انطلقنا ان شاء الله يكون عبر كل وطن. وحنا عدد الاسره هو اللي ناقص كثير. هو غاني ديري ريانيماسيون هنايا، وغاني ان شاء الله ديري ريانيماسيون في بني مسوس، وغاني ديري ريانيماسيون سي اوتون دو لي، باسكو اكبر مشكل في الجزائر خارج الوباء هو باش يسيب بلاصه في الانعاش. تدشين مصلحه الاستعجالات الطبيه التي تعد مكسب لمرتفقي الصحه والاطقم الطبيه وشبه الطبيه، باعتبارها مصلحه تخفف الضغط على المستشفى بنسبة 50 حتى 60%، بالإضافة لإعادة فتح طريق اجتنابي قصد تسهيل المرتفقي الصحة الوصول يعني بسرعة للمريض لما يكون في حالة استعجالية. مصلحة الاستعجال الطبية تتوفر على جميع المعدات، من سكانر، من 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 مخبر أطباء عامين، بالإضافة إلى أطباء يعني جميع التخصصات الطبية.